مساء الفل على الأكيلة في كل مكان، وأهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم الأكيل. بنور لكم دايما على الحاجات الجديدة. محل صغنون كده في شارع 9 في المعادي اسمه كريم اند رايس. بيعمل ايه؟ بيعمل رايس بودينج اللي هو ترجمته رز بلبن، بس لا مش نفس الطريقة ومش نفس الطعم. الرايس بودينج حاجة والرز بلبن حاجة. الرز بلبن، فكرة الرز بلبن موجودة في العالم كله، بس كل بلد بتعملها بطريقة. احنا عندنا بنعملها بطريقة وما بيعملوها بطريقة وهكذا. هنشوف ايه الفرق ما بين الرز بلبن بتاعنا والرايس بودينج. ما هياش زي الجرين برجر والطعمية والكلام ده، لا هو فعلا في اختلاف في طريقة العمل. ونشوف الفليفرز بقى، المفروض ان في بحر من الفليفرز والتوبينجز والحاجات اللي بتضيفها، يعني عيشه يعني. انتوا عارفين انا ملياش قوي في السكريات او في السكر عامه، بس طالما واحد اجتهد وعمل مجهود وطلع افكار جديده يبقى لازم نيجي وندي له حقه، حتى لو هنقعد فيها اسبوع رجيم. يلا لو دخلنا على الانترنت وكتبنا رايس بودينج هنلاقي انه بيتعمل تقريبا في كل دوله في العالم. لو ترجمناه بالطريقه المصري هيبقى سكره اعلى من الرز بلبن العادي، واللزوجه بتاعته اعلى، وزي ما يكون واخد نشا، بس انت مش عامله بنشا. الايس كريم بتاعهم طعمه مميز. محمد سامي اهلا بيك. اهلا بيك. الاول مبروك على فكره كريم اند رايس. الله يبارك فيك، شكرا جدا. انت فاتح بالك قد ايه؟ احنا بادئين شغل 2016، اشتغلنا في الساحل الشمالي اول حاجه. اقول اسم المكان؟ لا. اشتغلنا في الساحل الشمالي اول حاجه في كشك صغير، بعدين الحمد لله باسم كريم اند رايس. باسم كريم اند رايس، الحمد لله الفكره نجحت مع الناس. كنا بنبيع رايس بودنج بس، اللي هنتكلم عليه كمان شويه. بعد كده فتحنا في مولين هنا موجودين في القاهره. المولين دول كانوا عاملين عقود لفتره مؤقته في برضه في اكشاك صغيره. اوكي. يعني ابتديت الاول صغير في اكشاك في اكشاك في اكشاك، وبعدين وافهم من ده ان الرايس بودينج ده بيتعمل بره، بيتعمل في بيتك، بيتعمل يعني ما بيتعملش جوه المحل. لا، عندنا كيتشن بتاعنا. اوكي. بنعمل فيه الرايس بودينج، بيجي المحل كل يوم فريش. حلو قوي، عشان الناس ما تفتكرناش ان احنا زي بقى جرين برجر وبتاع بدل الطعميه والكلام ده كله، والبيبي هير بدل مش عارف. المهم يعني تمام، ايه الفرق ما بين الرايس بودينج والرز بلبن بتاعنا العادي؟ احنا هنا في مصر عندنا ثقافه بتقول ان الرز بلبن ده حاجه مصري او حاجه شرقي او حاجه تركي في الدايركشن ده. ده مش حقيقي خالص. لو دخلنا على الانترنت وكتبنا رايس بودينج هنلاقي انه بيتعمل تقريبا في كل دوله في العالم، في كل مكان بطريقه مختلفه. اماكن بيحطوا فيه قشطه، اماكن بيحطوا فيه كريمه زياده، اماكن بيحطوا فيه نشا، اماكن بيحطوا فيه بيض. فالموضوع بموجود في كل حته في العالم. احنا عاملين فكره الرز بلبن، فكره الرز بلبن موجوده في كل حته، بس باضافات بقى، باضافات مختلفه. أوكي. احنا خدنا الوصفه او الطريقه الغربي اللي موجوده في اوروبا وامريكا بشكل مش تجاري، مش موجوده في محلات كتير في الشوارع، موجوده في محلات بس قليله، بس هي بتتعمل كده في البيوت هناك. اوكي. احنا اللي هي الريسبي بتاعتهم بقى اللي هي ايه؟ الريسبي بتاعتنا يعني احنا انا حسيت ان هي السماكه اعلى بكتير، السمك يعني بتاع تمام. الرز بلبن تمام. اعلى بكتير من بتاعتنا، لان احنا بنعمله جوه بودنج. ده اللي بيديك السمك والتكستشر ده صفار بيض. بودنج بالعربي اللي هو ايه؟ بودنج ملوش ترجمه. ملوش ترجمه. اوكي. بيتعمل ببودنج. ببودنج الرز بلبن بيتعمل ببودنج. بالبودنج بالظبط. اوكي. فاحنا مسمينه رايس بودنج لان احنا بنعمله بالطريقه بتاعه الرايس بودنج الغربي، فما ينفعش تسميه رز بلبن. هتيجي تلاقي شكله مختلف، التكستشر في بقك مختلفه، الطعم مختلف، اللزوجه بتاعته مختلفه تماما. طب سؤال، انت عامل 10 انواع مثلا، 10 فليفرز او اكتر يعني؟ تمام. ده ايه ده؟ ده ليكويد يعني بتحط على الخلطه ولا بتتعمل ازاي؟ ما عندناش اي اصنصات او ليكويدز او الوان، كلها بتطبخ بالفليفرز دي. ده بقى السيكريت بتاعنا. يعني انت مثلا البلو بيري، بتجيب بلو بيري وتطبخ بيه؟ بلو بيريز وبنطبخ بيها. التشيز كيك بيتطبخ بمكونات التشيز كيك. اوكي. هو ده بقى السيكريت بتاعنا. عمله لنا حد اسمه الشيف احمد عبد السلام يونس، ده من اقوى الشيفات المصريين. ده بيطلع عندنا في سي بي سي، طلع عندنا موجود عندكم في سي بي سي، بيطلع مع غاده، شيف غاده. فعمل لنا هو ده السيكريت. هو اللي عمله. طب لما هو جاب السيكريت، طب انت سافرت بره بقى وبتاع ليه؟ لا انا عرفته وانا موجود بره. أوكي. عرفت الفكره.
وبعدين لقيت واحد مصري يعمل يعملها لنا. احنا مش عارفين نعملها ازاي، احنا كان اكلتها بره بس ما اعرفش معموله ازاي. اوكي، فقعدنا ندور ونشوف مين ممكن يعمل لنا الفكره دي. ما كانش في حد احسن من الراجل ده يعمل لنا الموضوع ده. اوكي، وقفلت الكشاك بقى انت دلوقتي المحل بس بتاع شركه. قفلنا الكشاك لان احنا بقينا عندنا حاجات تانية اكتر كتير من الرايس بودنج. احنا النهارده عندنا النهارده عندنا ايس كريم، عندنا سموديز، عندنا بيكري، عندنا كوفي درينكس. لما حاولنا نعمل نفس الكومبينيشن ده من المنتجات جوه الكشك ما نفعش. الكشاك كانت رز بلبن بس بالظبط، او الرايس بودنج. الرايس بودنج بس. سؤال تاني، انت قلت لي ان انا بتمشي كده وانت بتشتري بتاخد الرايس بودنج بالفليفر بتاعته، بالنكهه بتاعته تختار بالظبط، بعدين تخش بعد كده على الاكسترات اللي بتحط فوقيه. تمام. بعدين تخش بعد كده على الصوصات. تمام. طب الفليفرز دي كلها مش حفله كبيره شويه؟ لا خالص، حضرتك ممكن تاكل يبقى رز بلبن او الرايس بودنج اوريدي جواه فليفر، مش هتبوظه بالحاجات التانية اللي تحطها فوقيه. حضرتك لو تيجي تاكل تشيز كيك مثلا، تشيز كيك عامه بتكون عباره عن الجزء الجبنه والبسكوت والصوص. فانت لو خدت الرايس بودنج بتاعنا التشيز كيك رايس بودنج، ممكن تاخد معاه كذا نوع بسكوت مختلفين. اوكي. او ممكن تاخد معاه مكسرات بدل البسكوت، ممكن تاخد الصوص من فوق جا في الاخر، هي التشيز كيك زي ما حضرتك بتاكلها بره معاها معاها توبنج معاها بسكوت ومعاها صوص. نفس الموضوع هنا بالنسبه للتشيز كيك. طب بص الكلام سهل، خلينا ندخل ندوق ونشوف ايه. يلا على طول جاهزين. اوكي بس يلا. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، عشر انواع رايس بودينج مش هنسميه رز بلبن. تمام. عشر نكهات مختلفين او عشر فليفرز مختلفين معمول بيها الرايس بودينج. معمول بيها الرايس بودينج. طيب تعالى نبتدي كده، اول واحد ايه؟ ده الاوريجينال. ده الاوريجينال. دوقوني بقى، ما احنا هنبتدي ندوق قبل ما نعمل ال ده. اوكي ممكن ترمي معايا هنا لو تحب. لو ترجمناه بالطريقه المصري هيبقى سكره اعلى من الرز بلبن العادي، واللزوجه بتاعته اعلى، وزي ما يكون واخد نشا بس انت مش عامله بنشا. تمام. اللزوجه انت تقصد بيها ان هو كريمي شويه. كريمي قوي. اه بالظبط، انا بتكلم على انه كريمي قوي عن الرز بلبن العادي. تمام. تمام حلو. بعد كده شوكليت. شوكليت دواء. لا ما انت هات بقى معالق، انت كده هت مشاوير كتير يعني. واحنا هنروح ناحيه ثانيه برضو نكمل بقيه الفليفرز. اه ده الشوكليت، هناخد نفس الكريمي. لا تحسه بودنج قوي بقى، لان احنا متعودين ان في مصر بناكل شوكليت بودنج كتير، فده هتحس فيه بطعم البودنج. ده بودنج قوي. بودنج بودنج يعني، وشوكولاته باينه. اوكي احنا بنحاول نكون النكهات. بص يلا اللي بعده. تيراميسو اللي هو بيكون فيه قهوه. لونه ده لونه كافيه وليه كده بالظبط. ده تيراميسو اللي هو معمول من القهوه وعليه جبنه. عليه جبنه. تيراميسو من ضمن مكوناته قهوه وجبنه وكاكاو. احنا بنحط الكاكاو في التوبنج في الاضافات. اوكي بس القهوه باينه ورا قوي. الذوق المصري العام بيحب طعم القهوه خفيفه، ما بنحبش الحاجات اللي فيها القهوه دكنه. أوكي. قويه قوي. اللي بعده ايوه كل مره اديك المعلقه مش عارف ليه. اللي بعده ليمون وقرفه. اه ده بقى اللي انا مستغربه. لا ليمون وقرفه ده هيعجبك جدا جدا، ده مع الزبيب والعسل اختراع. القرفه باينه قوي. ليمون لا، الليمون بيبقى بعيد شويه مش باين خالص، بس بس موجود ليمون بيبقى مع طعم الزبيب والعسل هيعجبك جدا بس جداً. مش باين قوي يعني. ماشي اوكي ندخل على بعض. ده بلو بيري طبعا باين من لونه. صح ده البلو بيري بالظبط. والتاني هتلاقيه الاحمر ده الفراوله او الستروبيري. ده الطعم باين قوي. اوكي هنا الطعم البلو بيري باين قوي. اللي جنبه ايه ده؟ المستكه. انا شعبي بيحب المستكه. دي من اكتر الحاجات في مصر اللي هتدوقها هتلاقي فيها طعم المستكه باين. تخيل ما كانش المفروض ادوقها بعد بلو بيري. هو ده ممكن يعمل عندك طبعا مشكله في الدوق، بس بانت بقى في الاخر في سقف في سقف بقي كده في الاخر. اوكي ده الستروبري فراوله. نخلي الستروبري في الاخر عشان تعرف تدوق التشيز كيك والفانيلا. طيب قول ده ايه؟ ده الفانيلا. ده الفانيلا. بتستعمل الفانيلا العيدان ولا باودر؟ العيدان بس ليها طريقه معينه عشان تحط في رايس بودنج من غير ما تمرر.
هنا فانيلا باينه قوي. سو فار اللي الطعم باين فيهم قوي الشوكليت والبلو بيري والفانيلا. ها ندخل على الدي كراميل. برضو هنا الكراميل باين قوي. تشيز كيك وده اكتر حاجه احنا مشهورين بيها. اوكي انت بتقول انت ما بتستعملش الوان صناعيه ولا خالص ولا فليفر صناعي. لا انت ممكن انت هتحسه في الطعم. دي باينه قوي برضو. وفاضل كده الفراوله. فراوله طب ليه بنديه على موف كده مش احمر؟ لبن بيض. ودي باينه قوي برضو. طيب كده احنا دقنا العشرة نكهات. عايز اجرب مثلا ثلاثة او اربعة معمولين كاملين بقى بالاضافات بتاعتهم بجد. فانت واحد منهم قلت السينمون الليمون بيتاخد مع عسل وزبيب. وزبيب ادي واحد. ها تنصحني بايه تاني؟ تشيز كيك. اوكي. مع كوكونت كرامبل ده بسكوت احنا بنعمله عندنا بجوز الهند. بجوز الهند. مع كارمن صوص. مع كارمن صوص. دي اشهر حاجة احنا مشهورين بيها. ادي اتنين. عايز حاجة فيها ايس كريم لان انت بتقول الايس كريم عندك جامد قوي. ايس كريم الكارمل فليفر عجبك؟ اه يبقى ناخد معاه ايس كريم ممكن شوكليت او اوريو او ريد فيلفت ايس كريم أو لا خلينا في الشوكليت. شوكليت ايس كريم مع كراميل يبقى حلوين جدا مع بعض. ادي كده ثلاثه. والرابع ايه بقى؟ الرابع مستكه مكسرات. مستكه مكسرات. انا شفت المكسرات اصلا عندك طازه ومقرمشه شكلها حلو. بس ادي الاربعه جهزهم لي واعمل بيهم الفقره الثانيه. جهزوا حالا. ميرسي يا محمد. عفوا. الليمون وقرفه محطوط عليها عسل وزبيب. ما زلت مش حاسس بطعم الليمون. الزبيب طبعا مدينه مزازه كده حلوه. ده ب 36 بالحجم ده. هما بيحسبوا الرايس بودنج بسعر وبعدين نضيف عليه صوصات ببلاش وبعدين نضيف عليه الاضافات هي اللي بفلوس. ده التشيز كيك عليه البسكوت الجوز الهند اللي هما بيعملوه وكراميل صوص. ده برضو طعمه حلو قوي. وده ب 37. وبعدين ده اللي هو الكراميل وعليه الايس كريم الشوكليت وعليه تشوكليت روكس او صخور متشكلطه. شوكولاته على شكل صخور يعني. ده جامد قوي. ده جامد قوي. والايس كريم بتاعهم طعمه مميز. وده ب 51 هو ده اغلى واحد فيهم. وبعدين ده ب 36 برضو اللي هو المستكة وعليه المكسرات. ميزة مهمة قوي ان المكسرات فريش قوي. اوكي. وده ب 36 برضو. بالنسبة للناس اللي ما بتحبش السكر قوي زي حلقتي ده هيبقى بيرفكت. لان هو اوريدي الرايس بودنج المستكة سكره مش جامد خفيف وعليه مكسرات فحلو قوي. الباقيين اللي هما بقى اللي عندهم شوجر رش وكده انت تيجي تضرب لك واحد من دول تلاقي نفسك هديت كده وانتعشت يعني للي بيحبوا السكر. اوكي نلخص التجربه. حد دور على فكره جديده كان عايز يدخل الاندستري بتاعت الفود اند بافريج او صناعه الاغذيه والمشروبات. دور على فكره جديده مش معموله. ممكن يكون في ناس بتعمل رايس بودنج بس مش متخصصين يعني مطعم مثلا الحلو بتاعهم فيه رايس بودنج. هو عمل مطعم صغير متخصص في الرايس بودنج وراح مزود عليه ايس كريم وزود عليه
باتيسري او مخبوزات وقهوه وبتاع. فبالتالي انت لو جاي عايز تيجي تشرب لك قهوه وتاكل حاجه مسكره مش عارف ايه بقت متاحه. بقى اكتر كوفي شوب البيز بتاعته هو الرايس بودينج، لو احنا ترجمناها رز بلبن، بس اتفقنا ان هي مش نفس الطريقه خالص في العمل. يعني الرز بلبن مش معمول بنفس الطريقه بتاعت الرايس بودينج، وبالتالي هي مش ترجمه، هو ده فعلا رايس بودينج. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالحلقه دي. انا هدور لي على اي حته جبنه مش ولا اي حاجه عشان اقول لكم بقى ان انا بقي انا مشكلتي لما باكل سكر كتير نفسي بتموع، فعايز اي حاجه حرشه يعني، ادور لي على حته جبنه اي حاجه بدون مش مهم. يلا اصبح على خير.